لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، واكيد كلنا متابعين اخبار الانتخابات البرلمانيه القادمه اللي نتائجها المفروض تشكل المرحله المقبله في تاريخ مصر. قبل ثوره 25 يناير وفي انتخابات 2005 وفي انتخابات 2010 كلنا كمصريين كنا شبه مقاطعين الانتخابات، كنا متخيلين ان صوتنا كده كده مش مؤثر وان الانتخابات مزوره والنتائج محسومه، فمش محتاجين ان احنا نروح لحد اللجان ونصوت. بعد ثورة 25 يناير تخيلنا ان في حاجات كتيرة جدا هتتغير، وتخيلنا ان من اول القرارات اللي هتتخذها الحكومة الجديدة هو السماح بالمصريين في الخارج مش فقط في الداخل بالتصويت في الانتخابات. مصريين في الخارج كانوا دايما محرومين من التصويت وغير قادرين على انهم يذهبوا للجان في الدول اللي هم مقيمين فيها وانهم يدلوا بأصواتهم. بعد الثورة تخيلنا ان القرار ده هيصدر، لكنه لم يصدر بعد مع انه حق، انما قالوا في مشاكل كتيره جدا. المشاكل دي عايزين نعرفها وعايزين نتاكد منها وعايزين نعرف وضع المصريين في الخارج ايه في الانتخابات القادمه. من دكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين باوروبا، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. هو ينفع سنه 2011 لما يبقى في تصويت الكتروني يبقى في ايميلز يبقى في انترنت نتكلم ان احنا لسه عندنا مشاكل في التصويت من الخارج؟ قول لهم الكلام ده، قول للحكومه بتاعتنا الكلام دوت. احنا كنا متصورين ان بعد 25 يناير ان احنا عندنا حكومة جديدة وعهد جديد وبرلمان جديد وناس جديدة، لكن اللي انا شايفه ان ما حصلش حاجة. طب تفتكر ايه السبب؟ يعني هو ايه اللي ممكن يكون تخوف من ده، او ليه ما فيش قرار بده؟ ايه المشكلة؟ لا يعني هو طبعا السؤال دوت يسأل لهم هو، بس اللي انا اعرفه تصور حضرتك، لان انا يعني تصوري لان انا شغال في هذا الموضوع بقالي سنين. يعني بالنسبة للعهد البائد احنا قابلنا كل المسؤولين عن هذا الموضوع من اول اكبر راس في الدوله لحد بواب الدوله، قابلنا العالم دي كلها واتكلمنا معاهم، ما فيش واحد فيهم قال لنا لا انتم مش هتنتخبوا، لا ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين ويقلبونا ويلا ونروح وانتهت على كده. الموضوع ده بقاله سنين، ولذلك احنا انتظرنا لحد موضوع الثوره ده ما جه. احنا قلنا خلاص القصه خلصت بقى، يعني حتى هم مش هيقولوا لنا حاجه، هنلاقي مثلا قرار طلع ولا قانون طلع ولا بتاع يقولوا ان احنا لنا الحق بتاعنا دوت، الحق الدستوري بتاعنا، احنا مش طالبين حاجه جديده، وهذا الحق احنا هناخده. يعني اذا كناش هناخده النهارده هناخده بكره هناخده بعده، اذا ما كناش هناخده بالذوق هيبقى في منظر شد وجذب، واحنا مش عايزين هذا الكلام. لدرجه ان احنا انا النهارده موجود هنا في مصر علشان ارفع قضيه على الدوله، ولذلك انا حزين جدا يعني ان انا اجي عشان ارفع قضيه على دولتي. يعني انا عمري ما كنت تصورت هذا. انا واحد من المصريين اللي سافروا بره بقالي 41 سنه، طول عمري مصري وطول عمري وطني وطول عمري بحب بلدي زي ملايين المصريين اللي موجودين برا. 10% من مجموع الشعب او تعداد الشعب المصري هو من المقيمين في الخارج، طبعا 8 ل 10 مليون طبعا، وهم مصدر اساسي للدخل القومي طبعا طبعا. طب هي دي كل دي عوامل تؤدي بان لازم يكون لهم اهميه في هذا الموضوع ده رايهم؟ والله بصرف النظر اقسم بالله، حتى لو ما بتدخلش للبلد دي مليم، بصفتنا مصريين مصري زي زيك، ليه شريف يدخل وله الحق في الانتخاب وعصام عبد الصمد ملوش هذا الحق؟ ازاي يعني؟ وبعدين انا بقول لك حاجه تانية، لو انت دخلت الانتخابات اللي جايه دي وانا ما دخلتش، انا هعتبر هذه الانتخابات باسم اتحاد المصريين في اوروبا انتخابات غير دستوريه ومعيبه وضد القانون، ولن نعترف بيها. حتى لو ما دخلناش انتخابات رئيس الجمهوريه يبقى رئيس الجمهوريه ده مش بتاعنا، احنا ما انتخبناهوش زي الانتخابات اللي فاتت. ولذلك احنا مش بنطالب بس بحقنا الدستوري في الانتخاب، ده احنا بنطالب بشرف نفسه الدكتور شرف بصفته ان هو يطلع في التلفزيون ويعتذر للمصريين اللي موجودين في الخارج ويقول لهم انا اسف جدا على انكم ما دخلتوش انتخابات 2005 وما دخلتوش انتخابات 2010. يعني انا ما بتكلمش على اللي جاي بس، انا بتكلم على الماضي كمان، لان الماضي يعني الماضي اسود بالنسبه لنا، عيب جدا اللي حصل فينا. يعني الماضي فتره وراحت، بس حضرتك بتقول دلوقتي انا موجود في مصر عشان ارفع قضيه على الحكومه. طب كاتحاد المصريين باوروبا تقدمتوا بطلب للمجلس العسكري او لحكومه دكتور شرف ان انتوا تحوزوا على هذا الحق، لانه ابتديتوا بالطلب الاول؟ يعني ايه الخطوات اللي حصلت فيها؟ الخطوات احنا شغالين في هذه المواضيع ومناقشات ومساومات بقالنا سنين. كل مره احنا بنيجي هنا زي ما سيادتك عارف احنا بنيجي على حسابنا، احنا لسه موظفين بنشتغل بناكل عيالنا. يعني كل يوم احنا بنجي هنا اهوت احنا يعني بندفع من جيوبنا، واحنا ما عندناش مانع. ليه؟
لان انا شخصيا ما بتكلمش على نفسي، انا مش مهم ان انا انتخب، انا بتكلم على المصريين السكند جينيريشن او الجيل الثاني والجيل الثالث بتاعي. انا ماشي، انا النهارده مصريين في الخارج، بكره انا ماشي، انا مروح، انا راجل كبير، انا الرعيل الاول، احنا كلنا ماشيين، الرعيل الاول ده هيموت خلاص، مين اللي فاضلك في الخارج؟ الجيل الثاني والثالث. انت لما تعملي الكلام ده فينا احنا، تفتكر ان الجيل الثاني والثالث هيعبرك بعد كده؟ انتهت، انت هيبقى ما عندكيش مصريين في الخارج اللي فيهم علماء وفيهم كتبة وفيهم دكاترة وفيهم كل ما تتخيل، دول موجودين في الخارج. دول انا عايز اربطهم بالبلد، لان البلد دي لن تستقيم. انا كنت لسه بتكلم بره وبقول انا شايف ان البلد دي عامله زي اتوبيس احنا قاعدين فيها ونازله الترعه، فاحنا عايزين نلحق، بس الحق الحق امسك قبل ما ننزل الترعه، ده اللي انا خايف منه. طيب الحل الوحيد، بس خلينا اكمل الكلمه دي لو سمحت، الحل الوحيد اللي هو المصريين في الداخل مع المصريين في الخارج يتحدوا مع بعض علشان يفكوا المصيبه اللي احنا فيها دي، لان احنا موجودين في مستنقع. طيب رئيس لجنه العليا للانتخابات استاذ عبد المعز ابراهيم كان ليه تصريح مهم جدا، قال ان القرار ده مش في ايد اللجنه العليا للانتخابات، ده لازم قرار يؤخذ من جهه اعلى من اللجنه العليا للانتخابات. تعليقك على هذا التصريح؟ انا علقت على هذا التصريح قبل كده، تصريح مستفز وعيب وحرام عليه ان يقول هذا الكلام، لان هو بصفته رئيس اللجنه العليا للانتخابات لازم يكون له يد فيه، لازم يعرف ان له ابناء في الخارج، لازم يفهم ان هو مفروض يكون الوسيط بين عصام عبد الصمد والمجلس العسكري، مش مفروض انا اروح للمجلس العسكري، هو مفروض يقوم بهذا الموضوع بالنسبه لي. انه لكن ان هو يقول كلمه زي ديت انا يعني، هل حصل يعني مناقشه مباشره ما بين سواء حضرتك كشخص او الهيئه اللي بتمثلها او فوت تو رايت اللي هي احد اهم الهيئات اللي هي بتنظم مظاهرات في كندا وفي تورنتو وفي امريكا وفي غيرها، بشكل لسه ما فيش من اسبوعين كان في مظاهره في هذا الشأن، هل حصل احتكاك مباشر او يعني اتصال مباشر بينكم وبين اللجنه العليا او بين المسؤولين بشكل مباشر كده قالوا مساء الخير احنا عايزين كذا؟ لا ما نقدرش. ليه؟ ما نقدرش، اللجنه العليا للانتخابات ديت انا ولا انا ولا غيري اقدر ادخل فيها، أنا اللي انا اقدر اعمل يعني كلام مباشر مع الحكومه، لكن لجنه عليا للانتخابات ديت نون اوف ماي بزنس زي ما بيسموها، انا دي مش شغلتي. أيوة. حتى هو انا لما اطلب ان انا اقابله ممكن يقول انت مين، انت عايز ايه، انت جمعيه اهليه خيريه غير حكوميه موجوده في الخارج، عايز ايه اللي انت عايزه، روح للمسؤولين عن هذا الموضوع. وبعدين هو الراجل صرحها اوريدي، هو الراجل قالها من الاول، انا بس مش عايز اتكلم، والنبي يا شريف ما تجرجرنيش في كلام انا مش عايز. طب يا دكتور معلش بس احنا لا انا مش جاي اتكلم في كل حاجه، ما اقدرش اتكلم في كل حاجه. طب انا بس عايز مرة أنا مش قادر اتكلم حاجه في كل حاجة. يعني اساسيه اتكلم في كل حاجه، لا لان انا عايز اخلص من هذا الموضوع، انا عايز اكمل هذا الموضوع واخلص بيه واروح. طيب دكتور عصام، اكيد اما طالبته اكتر من مره في 2005 في 2010 لحد النهارده بيوصل لكم رد، الرد بيقول لا لا، ليه؟ ايه المشاكل اللي قالوا المشاكل دي بتقف قصادنا فاحنا مش هنقدر نخليكم تصدقوا؟ واقسم بالله عمرنا ما جالنا رد لا ديت ولا حتى لا لا، بيجي لنا قوي قوي ان شاء الله الف سلامه، ويجيبوا لك مش عارف العصير المانجا ولا عصير الليمون تشربيه وروحي مع السلامه وخلص القصه. طب في اعتقاد حضرتك الشخصي ليه بيتقال لا؟ ما ده اللي انا مش عايز اتكلم فيه بقى. لا ما احنا لازم نتكلم فيه، لازم نتكلم يا فندم، احنا جايين نعمل ايه؟ ما هي دي مش شغلتي اصلا، دي مش شغلتي، شغلتي الاتي، انا مواطن مصري بتطالب بحقك، بطالب بحقي فول ستوب. نقطه، الجماعه بقى المجلس العسكري ولا الحكومه ولا الهيئه العليا للانتخابات ولا اي حد بقى تخطر على بالك هو عامل مشكله في هذا الموضوع، دي مش مشكلتي، مشكلتي ان انا عايز حقي بس ليس اكثر. وانه لا يعنيك المشكله اللي بتقف قصاد الحكومه، ما مش فارقه الاسباب ايه، المهم ان في الاخر ده حق، فانا عايز الحق الاسباب ده. مع ان المشكله ان احنا ان انا فاهم الاسباب، شوفي بقى التكه بقى، شوف الخيابه بقى بتاعت الواحد، ان انا قاعد وفاهم وعارف الاسباب ومش عايز اتكلم، انا عايز بس اخلص يا جماعه، خلصونا، خلونا ننتخب. ليه؟ لان بدون هذه الانتخابات ما بقيناش مصريين. تمام. ابني مش هيبقى مصري، وده اللي انا مش عايزه، انا عايز اموت والواد ابني ده بالمناسبه ابني اسمه شريف برضه، ان هو يبقى مصري ويبقى مصري الى الابد، ده اللي انا عايزه. طيب اعتبرني ابنك ماشي، ما انت ابني الورق. يا اخي ما لا 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 سيبك الورق وسيبك هذا كله، اعتبرني ابنك خلاص. انا النهارده لو ابن حضرتك، ما اعرفش هو عمل ايه، بس انا ابن حضرتك حاجه اقول لك، طيب ما هو النهارده عشان يبقى في مشكله، احنا بقى كشباب ها، عشان يبقى في حل للمشكله لازم اللي قدامي يبقى فاهم كويس قوي ان انا عارف كويس قوي هو ليه مش عايزني اعمل كده.
حضرتك مع كل حبي واحترامي الشديد لمقصد حضرتك ولوجهة نظرك في عدم الكلام، ودي حاجة احترمها، لكن طول ما حضرتك مش بتتكلم ومش بتقول انا عارف كويس قوي او الاسباب ديت، ما هو مش هيبقى في مناقشه، لان ممكن يبقى من وجهه نظر الطرف الاخر هو شايف ان الاسباب اللي هو اصلا ما سمعهاش من حضرتك، هو يمكن عارفها بس ما سمعهاش، كلكم مش يعني مش هتتكلموا، هو ممكن شايف ان الاسباب ديت مش مقنعه، وبالتالي واخد موقف. ازاي هنحل من غير ما نتكلم، من غير ما نتبادل الاراء؟ شريف انت عايز توديني في داهيه. طيب والله ابدا، والله ابدا، بس اصل ربنا يعرفوه بالعقل. بص خليني احط لك نقطه واحده صغننه كده. المصريين اللي موجودين في الخارج زي ما كنا بنتكلم حوالي 8 مليون، ما حدش يعرف عددنا، بس قول 8 مليون، يعني 10% من تعداد السكان 8. صحيح. ال 8 مليون دول اللي هم الهجرة المصرية للخارج، لأن مصر مصدرة للعمالة زيها زي دول أخرى، بيتقسموا تقريبا نصين، 4 مليون بنسميها هجرة مؤقتة، و 4 مليون هجرة دائمة. الهجرة المؤقتة اللي هي موجودة في دول الخليج وإيه وليبيا، الهجرة الدائمة اللي موجودة في أوروبا وأمريكا وأستراليا والحتت ديت. هنا لو انت عملت انتخابات فيه كتلة موجودة في الهجرة المؤقتة، ممكن ان هي تأثر في الانتخابات في هذه الدولة، وفي كتلة من المجموعة اللي موجودين هجرة دائمة ممكن تأثر في الانتخابات هنا. هوت انت هنا قاعد مريح مستريح، الانتخابات اللي انت عايزها هي بتعدي وخلاص. يعني انت عايز ايه؟ عايز الموضوع يهدى، وانا فاهم. يعني انا بشتغل سياسه بقالي 37 سنه، انا فاهم. انا لما بقعد كده ببقى عارف الراجل بتاع السياسه ده عايز يقول ايه، انا فاهمها. طيب. ما انا واحد منهم وفاهم القصه. ما انا بفهمك اهوت يا حبيبي، انا بفهمك اهوت. فانا عايز اقلب دماغي ليه؟ اجيب الناس اللي بره دول علشان يقلبوا لي ميزان الانتخابات بتاعتي ليه؟ ما احنا كويسين وكله ماشي تمام، لكن يجي يقول لك ايه اصل، طيب قول لي نعملها ازاي. هي دي شغلتي؟ هو انا اخصائي انتخابات؟ مع ان ايه قلت لهم وفهمتهم تتعامل ازاي. انتهى البساطه، شوف الدول اللي موجوده بره يا راجل. ده احنا ما بنتكلمش على الدول الاولى، العالم الاول، العالم الثالث. تعال بص السودان بتعملها، ما تروحوا تقولوا للسودان كده عملوها ازاي، هيقولوا لكم. روحوا شوفوا بولندا اللي انا عمال اقول عليها، بولندا دوله مصدره للعماله زيها زي مصر. لما بيكون فيها انتخابات بيعملوا ايه؟ 40 دائره انتخابيه في بريطانيا لوحدها، اقسم بالله لندن فيها 10 دوائر انتخابية، يعني ناقص ان هم يحطوا دايرة جنب كل بولندي. ليه؟ لان هذا البولندي بيبعت لهم فلوس، ما هي الفلوس دي مهمة علشان خاطر المعاشات بتاع البلد تتصرف، وعلشان وعلشان وعلشان. انت عندك اكبر دخل هنا بيدخل لك نمرة واحد السياحة، مليار دولار في الشهر. نيجي بعد كده المصريين في الخارج، 3/4 مليار دولار في الشهر. خد بالك على الارقام. طبعا. تالت حاجة اللي هم بقى شوية حاجات تانية بقى، هنقعد بقى نعد بقى من النهاردة لبكرة. لكن احنا يعني مهمين جدا لهذه البلد. طبعا. وانا بقول ايه، انا ما بتكلمش في الكلام ده كله، لان ايه في الاول وفي الاخر بيجي يقولك ايه اصل دول ممكن يبقوا ميوالسون، ده ممكن يبقوا معرفش مين. انا بقولها لك وبعلنها لك في تلفزيونك، كل الحرامية اللي سرقوا البلد مصريين من الداخل للأسف الشديد. ما فيش مصري من الخارج سرقت بلد ديت، مش عكس بقى ما بيقولوا اللي بره مش وطنيين. بهوات كتيرة جدا. كل واحد فيهم اللي هنا اللي لمله شوية دولارات بعتهم الخارج. كل مصري في الخارج لمله شوية دولارات بعتهم في الداخل، ومن ضمنهم عصام عبد الصمد. أنا ما عنديش حاجة، كل مليم بعمله بجيبه هنا في هذه البلد، مش عشان حاجة، علشان دي بلدي. وهم فاهمين هذا الكلام، بس هم فاكرين إن إحنا عبط، بس إحنا مش عبط. طب انا عايزه برضو اسال حضرتك بقى بالترتيب، احنا قلنا ان هما 8 حوالي 8 مليون 4 هجرة دائمة، هو بيقولوا من 8 ل 10 مليون تقريبا، الارقام بتتراوح كده. حضرتك تعتقد مين اللي ممكن يكون بيتحسب على الاتجاه الديني والاتجاه الليبرالي والاغلبيه الصامته؟ لا انا ما بفهمش في الكلام تقريبا يعني احنا بنشوف كل الحاجات اللي ممكن الحكومه تكون متخوفه منها. لا انا منها. ما عنديش، انا راجل غلبان ما بفهمش في انا مش عايزه ارد يعني. كويس، هطلع منه، ده احنا هطلع منه كده، مش عايز ارد. تمام، ربنا كرمنا يعني. فوت السؤال ده معلش. طيب خلاص.